رح نتابع محطاتنا ودكتور غسان صار موجود معنا وصعب كتير. رح نتابع هلا وغسان اليوم موجود معنا عن موضوع كتير كتير هيك مهم واساسي، لانه واحد لما بيقول صعب كتير نحن ما بنكون عم نقصد انه هي صعب كتير، لا بنكون عم نقول انه صعب كتير هالقد واحد يقدر يعمل بس مجهود صغير لحتى يقدر يحصل حقوق كل هالاشخاص ويحاول يحقق حقوق، يعني يحقق كل ويحصل لهم حقوقهم لكل هالاشخاص اللي مش واحد عم بيمننهم فيها، لا هي حق لهم من الله ولازم واحد يستغل كل طاقاته لحتى يقدر فعلا يفرجي قديش هن عندهم مهارات وطاقات، اشخاص اسوياء ما عندهم اياها ابدا هالطاقات بيكونوا. بقى هون بدي اليوم رحب بغسان، صباح الخير. صباح النور غيلة. فعلا هذا الموضوع كثير كثير اساسي لما بيكون عم نحاول عن جد نقول قديش هالاشخاص بحاجه لمين يدعمهم، بحاجه لمين يشيل عنهم بقى هالوصمه، وصمه العار، وانه واحد بيعتبر انه لا هدول اشخاص عالي على المجتمع، على عائلاتهم، على كل المجتمع، قديش لازم بقى عن جد نشلخها بقى هالتاج هيدي ونقدر نحسسهم انه هن فعلا قطعه اساسيه من هالمجتمع وما فينا نعيش الا ما يكون فيها التوازن بيناتنا كلنا. فعلا غيدا، ومثل ما قلت هيدي الوصمه غيدا للاسف، يعني اليوم نحن بتطور فكرنا الانساني والاجتماعي دائما بنقول انه طب ليه؟ بالنتيجه شو المرجع؟ يعني بالنتيجه انت اليوم بكل موضوع بدك تناقشي او تفكري فيه او تفكري فيه بطريقه انسانيه او اجتماعيه صحيح. او مع كل الابعاد اللي ممكن طال هذا الموضوع، بدك معايير، بدك حقائق، بدك معطيات موضوعيه من خلالها تقدر تحكمي. طب هذا الحكم عم بيكون على مين؟ هن ناس مثلنا مثلهم اكيد. من هون دائما غيدة بتعرفي دائما بفقراتنا عم نكرر ونقول انه المبدا الاول بشرعه الحقوق الامم المتحده اللي اصدرتها واللي هي دائما كانت اصلا موجوده، هذه الشرعه ما كانت الا اعلان حقوق، انتبهي صحيح من اعلان حقوق فعلا، برافو عليكي، منا اعطاء حقوق لانه هذه حقوق مكتسبه، هذه سقيناه، هذا كل انسان بيخلق معه حقه معه، منه من حدا، لا من الامم المتحده، لا من الدول، لا من الانظمه، لا من المؤسسات ولا من حدا. فمن هون نعم بدنا نفهم انه هذا الإنسان نحن كلنا مدعوين أنه نحيطه بكل أنواع الإعانة والعون والتقدير والقوة والتشجيع تيوصل يحقق حاله، والخبرة غيدة وعم تشوفي على المنصة يعني صحيح. أشخاص صحيح. عم بيحققوا أمور وإنجازات رائعة، يعني أشخاص ما عندهم ولا مشكلة ما بيقدروا يحققوهم أبدا حتى ما عندهم هالطاقات، ما عندهم هالمواهب، ما عندهم هالقدرات، يعني فعلا لحتى واحد فعلا يحس انه لا هو بده يعزلهم من المجتمع، لا بالعكس هن بده يكونوا سابقين حالهم لانه هن موجودين فعلا صح. بس اعطيهم الفرصه ما واحد يحس انه خلص عم يعزلهم او ما عم يعطيهم حقهم 100%. يعني هيدي الوصمه ما لازم تكون غيدة ابدا، نشلخها مش بس نشيلها مثل واحد بيقول بده واحد يشلخها. واذا بده يكون في وصمه غيدة هي عن جد اذا ما نحكي ضميريا ونحط معايير العدل والقيم الانسانيه وبكل الشرائع السماويه غيدة والطبيعيه واللي بيؤمنوا فيها كل، شو الوصمه اكثر؟ الكسلان او اللي عنده اعاقه، اللي ما بده يشتغل او اللي عنده اعاقه، الفاسد او اللي عنده اعاقه صح. مين عم بيدمر البلد اكثر؟ مين عم بيدمر المجتمع اكثر؟ مين عم بيكون عم بيورط البلد بامور من يعني المجتمع اللبناني بقش يتحملها؟ وانا سمعتك الصبح بدي احييكي على المقدمه اللي حبيبي يعني رائعة. عن جد امبارح فشيت خلقي وحاولت الحمد لله اكون انه عن جد يعني لانه انا مواطنه عم بعاني من كل هالمواضيع وكل مواطن يمكن حس حاله امبارح تفاعل يمكن معي وحطيت على الفيسبوك وعلى يوتيوب وعلى انستغرام لانه حبيت عن جد توصل لكل شخص عم بيحضرني لانه كل الناس امبارح حسوا انه عن جد يعني حسوا انه فشيت لهم خلقهم بموضوع امبارح الدوله وكل الامور والتقصيرات وايضا بموضوع المدارس كمان اليوم الصبح وكمان التقصيرات والصعوبات والله يعين الكل اكيد. هون بدي احكي شغله كمان كثير مهمه غسان عن هذا الموضوع انه هالاشخاص اللي عندهم تطلعات وهالاشخاص اللي عندهم قدرات يعني كمان لما واحد بيحسسهم انه انتم فعلا موجودين ولما بتكون الوصمه على الاشخاص اللي ما عم بيعطوهم حقهم هونيك بدها تكون الوصمة صح. يعني على الشخص اللي عم بيعمل ليبلينج للشخص الآخر هو اللي بده يكون عنده وصمة صح. هو اللي بده يكون عنده فعلا أنه لازم يكون هو مش عم يعطي حق لحيلا شخص، هيدا هو اللي لازم فعلا نغضب عليه مثل ما بيقولوا صح. غيدة من هون بنفهم أنه نحن يعني حيث لا نريد أن نحكم على حد ولا لا يراد أن يحكم علينا بمعنى علينا وعليهم مش تقسم قول في ناس كثير، نحن دائما نظرتنا للمجتمع هي وحده، بس للاسف مثل ما قلتوا تيجي حدا بده يعمل وصمه عم بيخلق شرخ بين الناس صحيح. عم بيوصم المجتمع تبعي ككل لانه
مين انت ومين عطيك السلطه والصلاحيه انك تقدر تحط وصمه على حدا؟ انت هون تتشجع، انت صح. هون او انت هون تتسند تتكون تتلعب الدور اللي اعطي لك من قبل من المجتمع او من اي وظيفه او دور صح. انت عم تعمله. صحيح. من هون هيدا ولا ممكن نقدر نوقف على بمطرح نقول انه نحن هيدي قدراتنا وانتهينا، او حدا يقدر يحد لنا من قدراتنا. صحيح. او من قدرات اي انسان، لانه ما حدا بيعرف كل انسان وين قادر يوصل وش قادر يعمل وش قادر يحقق بحياته. هيدا التحقيق هو مجال اذا بدك ريليتد، هو بلينك مع الانسان انفتاحه على المطلق. تصوري اي مطلق يعني صح. على اللا محدود، على يعني اللا حدود السما مثل ما واحد بيقول، ما في ولا شيء، ما بده واحد يحدهم يحطهم بقلب العلبه يعزلهم، بالعكس بده يعطيهم هو، لانه عن جد بشوف طاقات كثير كبيره مش موجوده عند ولا حدا ثاني يعني. كمان وهون كمان بالنسبه لقصه اللي صار، واحد دائما هيك بصير عندهم هاللغط وهالجدل حول تسميه هالاشخاص، شي بقول عنهم يعني معوقين، شي بقول عنهم اشخاص ذوي احتياجات خاصه، شي بقول عنهم مثل ما صاروا بيقولوا باللغه الانجليزيه disabled او ابلد يعني للاشخاص، وشي بقول عنهم غير اسوياء واشخاص اسوياء. قديش هالجدليه كمان يعني كمان مهمه لحتى واحد يقدر فعلا يقول لهالشخص وما يعطيه يظلمه اذا فينا نقول. بتعرفي هيدا هي التسميات ناتجه عن وضع ثقافي معين، عن بيئه معينه ثقافيه بيتفاعل فيها التعابير وهالادبيات او هالمصطلحات اللي بتكون نقدر نسميها لحدا عنده. بتعرفي انا بقول انا بفلسفتي الشخصيه انه فكر كثير في هالموضوع، بتعرفي ناقشناه كثير هون. وفي تيارات كثيره، في تيارات انا حتى مع اصدقاء وزملاء اللي عندهم ذات الوضع بقولوا لا، انا لو قالوا لنا الكلمه مثل ما هي نحن متصالحين معه. في اشخاص مش متصالحين صحيح معه. في اشخاص بيزعلوا منا صح. مش هيك انا بقول خلينا نقول نحدد الامور بـ 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 بالوظيفه ذاتها يعني. نعم. حدا ما بيقشع نو فايان، عرفتي؟ بس هالقد يعني، حدا ما بيمشي او ما بيمشي، عرفتي يعني؟ ما فينا نعطي صفه تلازمه للانسان او لا. والمؤسف غيدة بقواعدنا اللغه العربيه مثلا شو بيقولوا لي اصحاب العهات، عرفتي؟ انه هيدي بالقواعد العربيه انه على وزن افعل لك اي وزن كمان بقى كمان. لا انه 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 يعني ما هو شيء بضحك يعني، انه هذا المضحك المبكي مثل ما واحد بيقول يعني. هذا شيء مؤسف فعلا يعني، مثل ما قلت يعني في ناس متصالحين مع هالموضوع صح، وفي ناس ما بيتقبلوه بيزعلوا يعني عن جد، وحقهم 100%. مشان هيك برجع بقول لك هيدي المصطلحات هي وليده هذا المجتمع، تفاعله، تعبيرات ادبيه معينه اجتماعيه منها بتروح للانسان بحد ذاته، منها بتروح للوظيفه اللي تعطلت عند الشخص، منها بتروح للاعاقه اللي هي يعني تعبر عن هالإعاقة وشو بعدها بمطرح معين. بقى أنا بقول كلهم هولي ما بيعنوا شيء قدام غيدة القيم اللي عم نحكي أنا وياها عني أنا وحضرتك عنا، هي قيم الاحترام، التشجيع، عارف إنسان مكانته وين. آخر شيء خيي قول الكلمة اللي بدك إياها، بس أنا شو بهيدا المجتمع؟ مزبوط. أنا وين دوري؟ وين دولتي؟ وين وطني؟ وين التسهيلات؟ وين المؤسسات؟ وين الجمعيات؟ وين العمل؟ وين 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 وين؟ بقى كل هولي مهمين، معقول؟ وبدنا نحددهم بطريقه مثل ما قلت غيدة، انه نحدد الوظيفه اللي تعطلت. مزبوط. يعني انا مزبوط. سياره فيراري ما بقول هذه صارت للكاب، اذا انفخت دوليبه بقول انفخت دوليبه، دوليبه خوت ما فيها تمشي، ذات الشيء. اذا احدد، بعطي تحديد دقيق موضوعي علمي. هيدي مشكلتنا نحن. مزبوط. يعني بدون ما واحد يعني فعلا يعني يشمل كمان هذا الامور، هذا الشيء اللي مش لازم يصير. مش هيك كثير اساسي قصه الدمج يعني كمان، انا بلاقي انه ما واحد يحس انه هن فئه مختلفه عن الباقيين، لا، قصه الدمج كثير اساسيه ان كان بالمدارس او بالجامعات او بالعمل. انها القضيه الاولى والاكثر اساسيه والاكثر الحاحا غيدة، الدمج. دمج اهم شيء، لانه بهيدا الدمج الانسان هون بلاقي حاله يتيل، هو نافع لمجتمعه، هو قادر يكون فعال وواعي لعمل للعمل الاجتماعي، وقادر يكون مثمر. نعم. مثمر يعني في انتاجيه معينه، والاشخاص عم نحكي عنهم غيدة اشخاص بحبوا ينجوا صدقيني بطريقه مضاعفه واكثر من اي شخص ما عنده اي مشكله، لانه هذا فعل التعويض اللي بيعملوه، هذا السبليماسيون، فعل التعويض والتسامي اللي قادرين يتساموا فيها باعمالهم، هيدي قادرة كتير تفيد المجتمع وتكبر مجتمعاتهم. وانت عم تشوف الانجازات اللي عم بيعملوها. صحيح صحيح. بقى من هون انا بقول فليعطوا فرصة، خلينا نعطيهم فرصة، نعطي لحالنا فرصة لإلنا ولإلهم تنبني هالمجتمع ونبني هالوطن اللي للأسف بعض الأشخاص ما بدهم يبنوه، شايفينه أو أوتيل
او بانك ساعه المدهم بايده وبمدوا ايدهم بياخذوا منهم اللي بدهم. وهيدي المصيبه ومثل ما قالت يعني الاصحاب اوقات الاشخاص اللي بيكون عن جد عندهم مشكله معينه بجسمهم او بعقلهم بيكونوا فعلا هن صالحين بالمجتمع اكثر من كثير من الشخص اللي ما عنده ولا مشكله، انما مشكلته المصيبه وتبعيته هي هالشر اللي موجود بداخله، هالسرقه اللي بدل ما بتخلص من عنده. صح. الموضوع اكيد بيطول وهذا الشيء اذا بنحكي انا وياك عنه بنسحب كل الاسبوع، بس رح نرجع ان شاء الله نلتقى نحن الاسبوع المقبل. الوقت بيمرق هيك بسرعه يا بيبا. تسلم غسان، شكرا كثير. وانا دايما بتعرف قديش بنستمتع بس نكون سوا على الهواء، لانه هيدي رساله الكل وكل شخص بالمجتمع لازم يتعود عليها ويعرفها ويتعلم منها ويحطها بقلب ثقافته، هيدي بالدرجه الاولى. فعلا شكرا كثير. اكيد اكيد هيدا الاساسي. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق مع ضيوفنا، خليكن معنا.